أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة وإليكم العناوين. الأنباء الكويتية: أمريكا لا قواعد عسكرية دائمة في العراق. العرب اللندنية: الموصل أرض معارك بالوكالة تصارع حكم الميليشيات. وفي تقرير للعربي الجديد اللندنية: جدل في العراق بعد تراجع الكاظمي عن قرارين في شهر واحد. من المقالات: الكادحون بين مطرقة الحكومات وسندان كورونا لعلي الكعبي في المراقب العراقي. ويكتب عبد اللطيف العواملة في الدستور الأردنية: آن أوان التجديد العربي. التفاصيل بعد لحظات. عنونت صحيفة الأنباء الكويتية: أمريكا لا قواعد عسكرية دائمة في العراق. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة ستواصل تقليص وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة. وفي بيان مشترك بعد جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، كررت الولايات المتحدة أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائما في العراق، وأن الوفدين أكدا توطيد العلاقات في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي. نقلت صحيفة القدس العربي عن هيومان رايتس ووتش قوانين حرية التعبير في العراق فضفاضة ويجب إعادة النظر فيها. وأوضحت في تقرير لها أن تصاعدا في انتهاكات حرية التعبير وسط الاحتجاجات الواسعة النطاق وتفشي فيروس كورونا يبين ضرورة قيام الحكومة الجديدة بإعادة النظر بها وإصلاحها بما يتناسب مع حقوق الإنسان. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الموصل أرض معارك بالوكالة تصارع حكم الميليشيات. وتضيف العرب: اليوم تدور رحى معركة مختلفة، وهي صراع على النفوذ بين أحزاب وساسة ورجال فصائل مسلحة، بعضهم تدعمهم إيران وآخرون يفضلون الولايات المتحدة. ويقول علي خضير عضو مجلس محافظة نينوى إن إيران تدعم حلفائها بالمال والمساندة السياسية في الصراع السياسي على نينوى التي تعد منطقة غنية بمواردها الطبيعية وطريق إمداد يمتد من طهران إلى البحر المتوسط ويخدم فصائل تدعمها إيران. أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن توصية أمريكية تقضي بإدراج العامري وفصائل من الحشد في قائمة الإرهاب، إذ أوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بإدراج منظمة بدر وأمينها العام هادي العامري وعدد من فصائل الحشد الشعبي على لائحة الإرهاب. وبحسب مراقبين فإن من شأن ذلك أن يلقي بظلال سلبية على الحوار الأمريكي العراقي. قالت صحيفة المدى العراقية إن متظاهري ذي قار يحاصرون مبنى المحافظة ويطالبون بفتح ملفات الفساد وهدر المال العام. ويقول الناشط المدني أحمد التميمي للمدى إن أكثر من 200 ناشط ومتظاهر توجهوا من ساحة الحبوب صوب مبنى المحافظة ملوحين بإقالة المحافظ في حال لم يستجب لمطالبهم وينفذ الإصلاح الإداري. قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن حكومة الكاظمي تتكتم على اعترافات عصابة متورطة بقتل المتظاهرين العراقيين. وتقول مصادر أمنية إن اعترافات العصابة تضمنت معلومات تفيد بتكليفهم من قوى سياسية نافذة لتصفية النشطاء، مبينة أن الكاظمي يتحفظ لأن الاعترافات ستضعه في مواجهة تلك القوى وتحرجه أمام الشارع العراقي الغاضب. قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية في تقرير لها إن جدلا في العراق أثير بعد تراجع الكاظمي عن قرارين في شهر واحد. الأول يتعلق بإغلاق مقر ميليشيا تورطت بقتل متظاهر وإصابة آخرين في البصرة، والثاني بتخفيض رواتب المتقاعدين
وبالتالي أعيد افتتاح مقر الميليشيا في البصرة بتسوية وصفت بالسياسية وإعادة المبالغ المقتطعة من المتقاعدين إثر الضجة الشعبية التي سببها القرار، وهو ما أثار جدلا في الأوساط السياسية، كما أن الضغوطات والتهديدات من الجهات السياسية والمنتفعة من الفساد منعت الكاظمي من اتخاذ أي قرار بشأن إلغاء الرواتب المزدوجة ورواتب الفضائيين الوهميين ورواتب الرفحاويين، والتي تكلف موازنة الدولة مليارات الدولارات شهريا. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات قال علي الكعبي في المراقب العراقي: الكادحون بين مطرقة الحكومات وسندان كورونا، مضيفا أن ظروف اليوم مع ظهور جائحة كورونا زادت الطين بلة وعقدت المشهد كثيرا وأضافت ثقلا كبيرا، فلا نفطا يباع ولا محصولا يجنى ولا مصنعا يدور، لذلك فإن الحكومات تبحث عن مخرج، وهذا لا يكون إلا بالانتقام من الكادحين لتصب جام غضبها عليهم. ويختم قائلا: الفقراء الكادحون هم أيقونة المجتمع والنواة لكل الثورات، ومن خلالهم تخلدت الأجيال. ويكتب علي حسين في المدى العراقية أوهام المالكي، ويرى أن المالكي أمضى 8 سنوات قابضا على كرسي رئاسة الوزراء، وهو يعلن للعالم نظرية جديدة خلاصتها أن الديمقراطية لا تعني محاسبة الفاسد والسارق. وأتمنى الكاتب على المالكي أن يصارحنا بأسماء الفاسدين والسراق، ويخبرنا بصراحة أين الفائض من الموازنات، وأين ذهبت دولارات الصفقة الروسية، وماذا عن الذين يديرون الآن عشرات المليارات من أموال العراق المسروقة في مشاريع تجارية وصفقات سياسية، متسائلا لماذا تحول العراق إلى دولة أصابها الإفلاس والأكثر فسادا وخرابا. أخيرا يكتب عبد اللطيف العواملة في الدستور الأردنية: آن أوان التجديد العربي. ويرى العواملة أن الأزمات تشكل فرصا ثمينة لتجديد نشاط الأمم وإعطائها دفعات متدفقة إلى الأمام. واليوم تأتي أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية لتحثنا على التفكر في الحال وفي المستقبل، متسائلا أين علماء الاجتماع والفلاسفة حتى يضعوا لنا الأطر والنماذج العامة من أجل التغيير الحقيقي النابع من قيم سامية قابلة للتوافق وصالحة للتطبيق. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة هاتفيا من مانشستر البريطانية الدكتور فواز حلمي، الباحث في شؤون الأمن والدفاع. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار.
أهلا بكم من جديد إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف من مانشستر البريطانية بالدكتور فواز حلمي الباحث في شؤون الأمن والدفاع. مرحبا بك دكتور فواز معنا. أهلا مرحبا، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. دعنا نبدأ من عنوان صحيفة الأنباء الكويتية: أمريكا لا قواعد عسكرية دائمة في العراق. وفي بيان مشترك بعد جلسات الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، كررت الولايات المتحدة أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودا عسكريا دائما في العراق. هل فعلا ستنسحب أمريكا كليا من العراق؟ الحقيقة هو هذا لا دائمة أو غير دائمة، هذه موضوع الاصطلاحات والسيمانتكس. أكو بالتعبير الأمريكي العسكري temporary وendurance. الendurance أيضا مو ثابت، temporary يمكن يبقى أشهر ويروحون، الendurance يبقى سنين، بس هم بالنتيجة يسحب. أنا حاليا لا أعتقد أنه الأمريكان في نيتهم الانسحاب بعد التوسع في مدارج قاعدة عين الأسد، في يستوعب طائرات الشحن الضخمة في فارس جالكسي أو حتى أكبر القاذفات الاستراتيجية، لأنه مددوا المدرج بمسافة طويلة، وبعدين بوجود الدفاعات الجوية المختلفة اللي هي الدفاعات الواطئة واللي أو ساد اللي هي Terminal High Altitude Area Defense اللي يسموها Patriot، أعتقد البقاء معهم لمدة أطول. يعني بس قلت لك هذه يسموها endurance bases، مو معناته يكون للأبد، بس النية هي لبقاء مدة أطول. طيب دكتور فواز، هل الحوار الأمريكي العراقي عام 2020 هو تكرار لاتفاقية الإذعان التي وقعتها حكومة المالكي في عام 2008؟ هذا موضوع كلمة حوار لا أفهم حوار بين النملة والفيل. يعني المسألة بأنه ما سرب عن الحوار أنه الأمريكان ليس لهم مزاج أن يحاوروا ويسمعون لمطالب حكومة هي بهذا الشكل. يعني المسألة لو كان هناك حوار حقيقي، أنه المحاور يجب أن يكون إنسان مطلع ويفهم المشاريع الأمريكية ووضع الأمريكي العام، يعني أمريكا مع الصين شنو وضعها، مع أمريكا مع إيران شنو وضعها، أمريكا مع روسيا شنو وضعها، أمريكا في حيث الأطلسي ما هو وضعها. يعني الأمريكان الآن يقدر سحب عدد كبير من الجنود جيش الراين من ألمانيا، يعني يقول لك احنا ما مستعدين نخلي نظامية الألمان عندهم مفتيش يخلي لهم جيش. فمثلا الوجود العسكري الأمريكي والعلاقة بين حكومة بغداد، إذا سميها حكومة، التي جاء بها الأمريكان، يعني أعتقد شيء ثاني. هو الأمريكان لا يملكون سوى إملاءات ما تخطط له حكومة الجمهوريين أو إدارة الجمهوريين في الولايات المتحدة، وليس حتى الدولة العميقة. الدولة العميقة لن تنسحب، أنا أقول لك، من العراق. والإيرانيين هم أيضا مقاطعتهم وضغوطهم على إيران ليس بالجدية تصور. هم سمحوا لـ 400 مليون تبادل تجاري مع العراق مثلا، سمحوا للسفن أن تذهب من جديد تجهز فنزويلا بوقود السيارات. هم راح يطلقون مليار ونصف دولار من لوكسمبورغ إلى إيران، أي مقاطعة. طيب أيضا تقول الأنباء الكويتية أن الوفدين الأمريكي والعراقي أكدا توطيد العلاقات في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي. ما الخدمات التي يمكن أن تقدمها الإدارة الأمريكية للكاظمي مستقبلا؟ والله المسألة هو الحقيقة ما الخدمات الذي يجب أن الآنية والمستعجلة الذي يقدمها كاظمي الأمريكان، وهو أنه تحديد التدخل الإيراني في العراق ضمن المصالح الأمريكية. رقم 2 أنه عدم تهديد
المصالح الأمريكية في العراق إن كانت اقتصادية أو عسكرية، وبالإضافة إلى ذلك توسيع التجارة مع الأمريكان، وموضوع العملة وموضوع السيطرة على بيع الدولار في العراق إلى آخره. يعني هناك عوامل كثيرة، هناك الحقيقة 18 شرط واضحة بومبيو، والشرط يعني ما أعتقد الكاظمي بهذه الحكومة أو بوضع العراق الهزيل الاقتصادي هذا يستطيع أن، لا أستطيع أو ممكن تعدلون شروطكم أو لا، لا أعتقد هذا. الحوار ينتهي في إملاءات، يعني هو حوار إملاءات، يعني رضينا أم لم نرضى. يعني قلت لك لا تستطيع النملة أن تتحاور مع الفيل. نعم دكتور فواز، ننتقل إلى عنوان صحيفة القدس العربي التي تنقل عن هيومان رايتس ووتش: قوانين حرية التعبير في العراق فضفاضة ويجب إعادة النظر فيها. كيف تنظر إلى ملف قمع الاحتجاجات وحرية الرأي والتعبير في العراق، خصوصا خلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي بدأت في تشرين الأول من عام 2019 ومستمرة لغاية اليوم؟ لا توجد حرية تعبير بالعراق فيما يخص المسائل الهامة. أنت في العراق إن انتقدت الميليشيات الإيرانية يسموها الولائية حاليا، وهي في نظري لا تعدو كونها جيش الذي للاحتلال الإيراني، كما كان جيش الذي البريطاني في العراق وجيش الذي في الهند جيوش الاحتلال لقوة استعمارية وقوة أجنبية. نقد الميليشيات هذه يؤدي بك إلى النهاية، تذهب وتختفي أو تختطف إلى آخره. ومن يتكلم أكثر عن هذه الأمور مثل ما حصل مع هادي المهدي وغيرهم من الصحفيين، فلا توجد حرية تعبير بالعراق. حرية التعبير مقصورة على التحريض الطائفي، مقصورة على أن تتكلم عن إيران باسم الجارة، أن تسبح بحمد خامنئي وخميني، هذه الحرية موجودة، غير حرية لا توجد. السياسيين الذين جاءوا مع أمريكا ضمن الباكج هذا مع الاحتلال عندهم حرية، يستطيعون يتكلمون ويتجاوزون أيضا يقتلون. وإحنا عرفنا ما حصل للبعض مثل الجبوري والآخرين الدايني واللي انقتلوا ببيوتهم وكانوا نواب في مجلس النواب، يعني يركبون تهمة ويصدركون تهمة أو يبعثون كل بسيطة، يبعثون القتلة هذول المأجورين يقتلون ببيوتهم. يعني المسألة أنه يعني الأمر أصبح يعني واضح جدا، لا توجد حرية. يا أخي ما معقول أنه تقول لي بلد بي حرية رأي لما قتل 149 صحفي في العراق، شلون بي حرية رأي هذا؟ طيب نتحول إلى صحيفة العرب اللندنية التي تقول إن الموصل أرض معارك بالوكالة تصارع حكم الميليشيات. حول هذا الموضوع يقول علي خضير عضو مجلس محافظة نينوى إن إيران تدعم حلفائها بالمال والمساندة السياسية، وذلك لأن نينوى منطقة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل طريق إمداد يمتد من طهران إلى البحر المتوسط ويخدم في ذات الوقت الفصائل التي تدعمها إيران. برأيك ماذا تخبئ إيران لنينوى مستقبلا؟ نعم، المثل الجيوبوليتكس يعني والتخطيط الاستراتيجي الإيراني من زمان الفرس الأخمينيين هم دائما يطمحون بالإضافة إلى توسعهم شرقا وشمالا أن يتوسعوا غربا، فهم هذا طموحهم أن يتوصلوا غربا إلى البحر الأبيض المتوسط. فالممر اللي موجود لديهم الآن يستطيع، إذا كانت هناك منطقة فراغ عسكري وهناك جيش مهلهل مثل الجيش العراقي الحالي وميليشيات تابعة لهم، من السهولة لإيجاد ممر يصل البحر الأبيض المتوسط. بس الآن أعتقد يعني هذا الموضوع لم يعد سهلاً، يعني بوجود القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا
وحمايتها وأمنها مهم جدا، لأنه الأمريكان لن يتركوا لهم الحرية في هذا الموضوع. وبالإضافة لذلك هناك شيء آخر حصل أخيرا، أنه حزب الله اللبناني استحوذ على مناطق كبيرة من الأراضي الزراعية داخل سوريا وداخل لبنان، يعني معتمدين مستقبلا إلى مصادر مالية لأنه هذه أراضي زراعية، وربما يصير خط وصل أن يروح خلال لبنان، بس هذا كله مشروع صعب التحقيق. لا تنسى أنه في لبنان وفي سوريا وفي العراق لدى الناس والجماهير والمدنيين إيران مكروهة، يعني هذا المثل، أنه إيران لم تحبب نفسها للناس، يعني خاصة يعني لا يوجد شخص يحب شخصا آخرا لأنه موجه قوة البندقية تجاهه. نعم، وهذا السبب أنه الناس يطلعون بالمظاهرات في السويداء مثلا، لاحظنا الشتم علني، وفي لبنان شتم علني لحزب الله وحسن نصر الله. يعني الناس لا يحبون أن يتسلط عليهم أفواه البنادق لتكون معهم، يعني هذا لا يجوز، يعني هذا الأسلوب خاطئ ولم ينجح. يعني وبعدين المشروع تعال انت بدل طائفتك وتفكيرك الديني، هذا ما يصير. دكتور، في صحيفة الشرق الأوسط توصية أمريكية تقضي بإدراج العامري وفصائل من الحشد في قائمة الإرهاب، برأيك لماذا أدرج العامري وميليشياته على لائحة الإرهاب؟ العامري عزيز، من زمان الكثير من العراقيين طلبوا من الحكومة البريطانية على إدراجه في قائمة الجرائم ضد الإنسانية. هناك مقابر جماعية الآن في الأنبار لناس عزل مدنيين قتلوا بدون ذنب من قبل عناصر الحشد الشعبي، وكانت ويقال يعني ما يعني هذا ما أقدر أثبت لك إياه، أنه كان قاسم سليماني متورط في هذا الموضوع. بس المسألة بما فيها بأنه المقابر الجماعية موجودة وأشرف عليها رجال من الحكومة العراقية على دفن القتلى، هذا يدل لك أنه أي حوار مع الولايات المتحدة تفهم ما هو الموقف، لا يوجد حوار فتوجد إملاءات فقط. دكتور، نتحول إلى صحيفة المدى العراقية، تقول إن متظاهري ذي قار يحاصرون مبنى المحافظة ويطالبون في ذات الوقت بفتح ملفات الفساد وهدر المال العام، ملوحين بإقالة المحافظ في حال لم يستجب لمطالبهم وينفذ الإصلاح الإداري. هل الحكومات المحلية جادة بالإصلاح؟ لا، أنا أقول لك لا، يعني الحكومات المحلية ليست جادة بأي إصلاح، وكون على بينة أنه المحافظ يتم تعيينه عن أسلوب المحافظة، زين، وحتى يدعون إذا كان منتخب أو غير منتخب هذا يمثل حزب طائفي ولائي، ومعظم الأحزاب الطائفية الشيعية هي ولائية، يعني لا تخرج عن إرادة إيران، فإقالته يكون في منتهى الصعوبة، والإقالة يجب أن يكون عندك رئيس جمهورية فاعل أو رئيس وزراء فاعل يقيله مباشرة. يعني الآن يريدون يعيدون مجالس المحافظات التي أقيلت بأمر ديواني، يريدون يعيدوها من جديد للخدمة، متناسين الأمر الديواني لرئيس الوزراء السابق. يعني كيف يعني لا يوجد آلية دولة بالعراق، يعني كل من إله، وهذول مجالس المحافظات استعملوا الأموال اللي استحوذت عليها لرشا في البرلمان لتمرير هذا الموضوع. دكتور، أخيرا صحيفة أخبار الخليج البحرينية تقول إن حكومة الكاظمي تتكتم على اعترافات عصابة متورطة بقتل المتظاهرين العراقيين، مبينة أن الكاظمي يتحفظ لأن الاعترافات ستضعه في مواجهة القوى السياسية وتحرجه أمام الشارع العراقي الغاضب. ما مدى جدية الكاظمي في معالجة هذا الملف؟
أنا أقول لك الكاظمي ليس بإمكانه وليس باستطاعته أن يعالج هذا الملف لو بقي بالحكم 100 عام، لأن هو جاء بتفاهمات معينة مع الميليشيات الطائفية الولائية التابعة لإيران، ومن يقوم بالقتل الآن معروف منهم، يعني هو يعلمون من هو، وإمكانهم القبض عليه. وأنا لا أعلم أن واحد يقتل مواطن عراقي يقبض عليه، لماذا لا يذكر اسمه؟ يعني اليوم شرطي قتل واحد جورج فلويد بأمريكا ذكر اسمه وكل عام طالعين صورته بالأخبار، هذا من هو القاتل اللي يخاف رئيس الوزراء يذكر اسمه بالرغم من اعترافه؟ فهو مو جدي وما يقدر، هو لا يصف ما يقوله الكاظمي مجرد كلام الليل ينتهي بالنهار، والكاظمي لا يستطيع فعل شيئا. إنسان جاي مجرد أنه صورة تزويقية لواقع سيء جدا. نعم دكتور، انتهى وقت البرنامج، أشكرك الشكر الجزيل على هذا الحوار. شكرا. مشاهدينا، كان معنا هاتفيا من مانشستر البريطانية الدكتور فوزي حلمي الباحث في شؤون الأمن والدفاع. ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. لكم أحلى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.